بس كما بدأت المسألة بجد اليومين اللي فاتوا كما لو كانت هي أيام جبر الخواطر. أيوة دي فضيلة على رأي صديقك الدكتور حسام موافي، الحقيقة أكثر من لفت نظر الناس لقيمة وفضيلة جبر الخاطر. جبر الخاطر، جبر الخاطر هو الجبر لا يكون إلا للشيء المكسور. شوفوا بس التعبير اللغوي، الخاطر انكسر فيحتاج عملية جبر، تجبير من الجبيرة. بالظبط، هي هي جبيرة الجبس اللي بتلحم المكسور، فاللي بيتكسر خاطره ربنا بيجبره له. فتبص تلاقي، استوقفني أنا مع الحكم ده، لقيت كذا حد بيبعت لي فيديو لشاب أو شاب صغير في السن مبتور الساق، ماشي بعكاز لكنه بيحب الكرة جدا، وبيلعب برجل واحدة وله طلب. شوف اللي كسرت الظروف الحياة ساقه ازاي ربنا هيجبر خاطره. نشوف الفيديو ده الأول. الشاب ده او الطفل ده عمر ايمن، الفيديو ده انتشر ولقيته جاي لي من ناس كتيره جدا، انه الطفل ده كل طلبه نفسه يزور النادي الاهلي ويشوف الكابتن الخطيب. اهلاوي هو، ونفسه يشوف الكابتن الخطيب. فمن يومين كلمت الكابتن الخطيب، لقيت تليفونه مقفول، كنت عايز ابعته له. بس شوف فكره جبر الخاطر، وربنا سبحانه وتعالى بيجازي كل واحد على ايه. فكلمت الكابتن اسامه حسن، قلت له الكابتن قافل تليفونه من الصبح عايز ابعت له حاجه. قال لي ايه؟ قلت له ولد معاق بينطق الكوره بحب قوي، وبيقول ان كل نفسه يزور النادي الاهلي ويشوف الكابتن الخطيب. فاسامه ضحك قال لي ده الفيديو جالي، حولته على الكابتن لقيته بيضحك، قال له انا رايح النادي الاهلي اقابله. بسم الله ما شاء الله، يعني الدنيا كلها ماشيه في الاتجاه ده، في اتجاه ان انت بتجبر خاطر شاب او طفل صغير. خلينا نشوف الفيديو بقى في النادي الاهلي والكابتن الخطيب بيستقبل اهو. هتشوفوا دلوقتي كابتن الخطيب جه مخصوص للنادي، رغم كان الفتره اللي فاتت عنده بعض المتاعب الصحيه، لانه جه علشان يشوف ايمن، عمر ايمن، وكمان احمد مصطفى، شباب من ذوي الاحتياجات الخاصه بيلحوا عليه، نفسهم يشوفوه ونفسهم يزوروا النادي الاهلي. خدهم من على البوابه ودخل بيهم ملعب التتش، واداهم الفانيلا هديه، وقضى معاهم وقت ومضالهم عليها اهو. بص يعني الكابتن الخطيب ممكن ما تلاقيش عنده وقت كتير لو العمليه طبيعيه. اه طبعا، لكن تقديره له، حريص على الانسانيات دي قوي. بالظبط، يعني تقديره لشباب في جبر خاطرهم بهذا الاهتمام الانساني الحقيقه، يعني يا جماعه دي قيم تتحيه بجد، دي قيم انسانيه لازم ان الناس تحرص عليها. شوف استاذ ابراهيم، قيمتك ان يكون انت سبب في قضاء حاجه واسعاد شخص، دي القيمه الحقيقيه للانسان. ما هو اللي ملوش قيمه ما حدش حاطه منه حاجه، ومش هيكون مصدر الهام لحد. ايوه، فالكابتن الخطيب مهما كانت مشاغله طول عمره، خلي بالك، هو حريص على دي رقم واحد، ضعيف انسانيا قوي. لا يعني جبر الخواطر والتواضع امام ان الناس اللي تراه سببا للسعاده بيتواضع امامهم. أيوة، هو يمكن ده اللي ربنا بيخليه يجبر خاطره في اللحظات الحرجه. بالظبط بالظبط، في كل تبص تلاقي الدنيا مكهرباء. طب اقول لك على مستوى الانتصارات الكرويه والرياضيه، ايه الموقف الصعب اللي كنا فيه ده؟ لكن ايه الثقه عند الناس ان احنا ده، وهو بيتحرك بالشباب دول جوه النادي بقى، وداهم ملعب التتش، يعني خلى الناس تاخدهم يروحوا ملعب التتش. ده ايه بتسميه ايه؟ دائما الناس تقول ماذا بينك وبين الله يا فلان، منهم الخطيب. هو ده اللي بينه وبين، هو ده اللي بيننا وبين ربنا. ايوه، انك تكون بهذا التواضع امام احتياج الناس ليك. احتياج الناس بالكلمه، مش ضروري الاحتياج المادي بمعناه يعني.
انما بالكلمه بالطبطبه بالابتسامه بالصوره بالمقابله بانك يعني تشوف ايه اللي تقدر تعمله عشان تكون مصدر سعاده لواحد، وخصوصا انت لما تشوف المهاره بتاعته. والله دي حاجه تروح، انا اعتقد ده لو قدمنا له في جوجل ولا في حاجه جينيس، اعتقد ان هو يقدر يلاقي له لقب من القاب موسوعة جينيس. لانه هو وعلى فكره فضل ينطق لحد ما توقف. ما هو ما وقعش، كان ممكن يكمل يعني. حاجه ربنا بيدي الناس بيعوضها تماما يعني. نرجو ان يكون ابننا او ابنائنا الاعزاء دول عاشوا لحظات سعيده في النادي الاهلي، عاشوا لحظات سعيده مع الكابتن محمود الخطيب، وربنا يأجره على اللي بيعمله.